بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالمحاضرة السابقة State Observer وكيفية توليد Observer System، وقلنا الفائدة من Observer System هو لتوليد State مشابهة للState الخاصة بالSystem. قلنا نستخدم هذا التقنية أو هذه السيستم اللي هو Observer System في حالة أنه تعذر حساب أو قياس بعض الستيتات أو الستيتس الخاصة بالسيستم الأصلي. فلذلك راح نلجأ إلى بناء سيستم سمينا Observer System، وهذا السيستم يحاكي السيستم الأصلي. فهالمرة ممكن إنه ناخذ الستيتات من Observer وسمينا هذه الستيتات سميناها بالإكس تلدة. فناخذ الستيتات من الاوبزرفر لبناء الكنترول سيجنال. وقلنا لبناء الاوبزرفر سيستم نحتاج الى حساب ما يدعى ب الاوبزرفر جين ماتريكس اللي سميناها بالكي اي. فوصلنا الى هذه النقطه. اليوم راح ناخذ كيفيه حساب الكي اي، او شلون نقدر نحسب الكي اي. طبعا هو بالمناسبه راح يعطينا بالسؤال اللي حساب الكي اي، نحتاج الى انه يعطينا الماتريكس اللي هي الاي والسي، وايضا يعطينا الديزايرد بولز الخاصه بالاوبزرفر. اذا راح يكون عندنا نوعين من الديزايرد بولز، ديزايرد بولز الخاصه بالاوبزرفر والديزايرد بولز الخاصه بالكنترولر. طبعا الديزايرد بولز الخاصه بالكنترولر هاي اللي اخذناها بالمحاضرات السابقه، اللي هي نستفاد من عدها بحساب الكي اللي هي الفيدباك جين ماتريكس. لكن الستيت الاخرى او الجديده اللي راح يعطينا اياها بالسؤال راح نستفاد من عدها في حساب الاوبزرفر جين ماتريكس، ونسميها طبعا ديزايرد اوبزرفر جي بولز، ديزايرد اوبزرفر بولز اللي هو راح تكون خاصه لبناء الاوبزرفر سيستم. فلبناء او لحساب او لتصميم الاوبزرفر راح اول شيء نبدي بحساب البارامترز الخاصه بالكي اي. طبعا هاي الكي اي راح يكون على شكل كولوم فيكتور. سابقا اذا تذكرون كان الكي هو عباره عن رو فيكتور، لكن الكي راح يكون عباره عن كولوم فيكتور. فاذا كان السيستم مالتنا من نوع الفول اوردر اوبزرفر راح يكون عدد بارامترات الكي اي اللي موجودة بالكولوم فيكتور هي n من البارامترز. فبما أنه إحنا قاعد نركز حالياً على بناء الفول أوردر أوبزرفر، فراح نفترض بأنه الكي اي هذا عبارة عن كولوم فيكتور يتكون من n من الإليمنتس من كي اي 1 إلى كي اي صب n. الستيتات الخاصة بحساب الكي، أول شيء قلنا نشوف الأوبزرفابيلتي، الأوبزرفابيلتي الخاصة بالسيستم ونفحص الكونديشن الخاصة به. لبناء أو لحساب أو لفحص الأوبزرفابيلتي الخاصة بالسيستم نحتاج إلى بناء ما يدعى بالكيو ماتريكس. تعلمنا هذه في المحاضرات الأولى سابقا، تعلمنا شلون نبني الكيو ماتريكس. فاول شيء راح نجي نفحص الاوبزرفابيلتي كونديشن. ورا ما نثبت بانه السيستم هذا اوبزرفابل سيستم، راح ننتقل الى الخطوه الثانيه اللي هي حساب الكي. حساب الكي شو نحسب الكي؟ ايضا عندنا ثلاث طرق لحساب الكي. الطريقه الاولى اللي هي تشبه التي ماتريكس اللي اخذناها سابقا في حساب الكي، فراح تكون القانون الخاص بها هو كي اي يساوي ان مضروب في هذا الفكتور. هسه نجي الى هذا الفكتور بعدين نشوف الان شنو معناها. هذا الفكتور راح تلاحظه هو عباره عن الفا ان ناقصا اي ان، الفا ان ناقصا 1 ناقصا اي ان ناقصا 1 الى ان نوصل الى اخر حد اللي هو الفا 1. طبعا هنا راح تكون هذه 1 وليس اثنين، هذه الفا واحد ناقصا اي واحد، هذا اخر عنصر راح يكون هذا. شنو الالفا؟ الالفا
من راح ينطينا الستيت او عفوا ينطينا الديزايرد بولز، ينطينا الديزايرد بولز الخاصه ب الاوبزرفر، راح نجي نضربهم مع بعض الديزايرد بولز نضربهم مع بعض، فراح تكون عندنا بولينوميال نسميها بالكلوز لوب بولينوميال الخاصه بالاوبزرفر. طبعا هاي البولينوميال راح تكون بيها كوفيشنتس، فالكوفيشنتس مالتها راح تكون هي عباره عن هذه الالفا الموجوده هنا، راح تكون عندنا n من الكوفيشنتس راح نخليهم في هذا المكان. اذا هذه الكوفي هذا راح نجيبها اللي هي الالفا الموجوده في هذا المكان، راح نجيبها من الـ من الـ من البولينوميال الناتجه من الكلوز لوب كاركترستكس ايكويشن الخاصه بالاوبزرفر. قلنا شلون نولدها؟ من ضرب الديزايرد بولز الخاصه بالاوبزرفر. بعدين شنو عندنا هنا؟ عندنا الاي صب ان والاي ان ناقص واحد الى ان نصل الى الاي واحد. هذه مين راح نجيبها؟ هذا راح نجيبها من الكاركترستكس ايكويشن الخاصه بالبلانت مالتنا اللي هي نجيبها من اس اي ناقص اي ديترمينانت. اذا راح نجيب هذه من ايضا من نفس الطريقه اللي جبناها سابقا في بناء في حساب الكي، هذه نفس اللي جبناها سابقا اللي هي من الديترمينت من اس اي ناقصا اي، والاي طبعا هو راح يعطينا اياها بالسؤال بالسيستم، راح نلقى الكابيتال اي تكون هي ابعادها ام في ان. زين نجي هنا الى الكابيتال ان هذه الموجوده هنا، ايش راح تساوي لنا هذه؟ تساوي لنا هي دبليو في في ترانسبوس الكل انفيرس، هذه الان دبليو في ترانسبوس الكل انفيرس. هسه نجي الى طبعا مثل ما قلنا هسه نشوف شلون نحسب ال W وشلون نحسب ال V. بالنسبه الى ال KE مثل ما قلنا هو عباره عن كولون فيكتور ابعاده n في واحد، وتبدي الكوفيشنت مالته من KE واحد الى KEn. بالنسبه لل V هذا الموجوده هنا شلون نحسبها؟ نحسبها من هذه الفورمولا، راح تكون هي C ترانسبوز A ترانسبوز C ترانسبوز A ترانسبوز تربيع C ترانسبوز إلى أن نوصل إلى آخر حد اللي هو A ترانسبوز N ناقصا واحد أس N ناقصا واحد طبعا C ترانسبوز. إذا هنا لحساب ال V نحتاج ال C ونحتاج ال A فقط. إذا سابقا كنا نحتاج ال B وال A، هسه راح نحتاج ال C وال A. لكن تلاحظ أن أنا عندك ترانسبوز، هنا تركز أنه هنا عندك سابقا ما كان عندنا ترانسبوز، صار عندنا ترانسبوز. زين بالنسبه لل W، W شلون نحسبها؟ بنفس الطريقه اللي حسبنا بها W بالحاله السابقه. ايضا راح تكون هنا عباره عن W، هي تكون عباره عن ماتريكس مربعه M في N. هذه الدايجونالز الموجوده هنا، هذا الدايجونالز الموجوده هنا راح يكون كله وحدات مثل ما تلاحظون. المثلث الاسفل راح يكون كله اصفار. المثلث العلوي راح نجيبه من البولينوميال الخاصه بالاوبن لوب سيستم اللي من الاس اي ناقصا اي الكود ديترمينت، راح نطلع الكوفيشنت مالت الايز ونخليها بشكل موضح دمدي من اي ان ناقصا واحد، وبالنسبه للسطر الاول اللي بعده راح يصير اي ان ناقصا الى اي واحد، بعدين نبدي نقلل واحد واحد الى ان نوصل الى السطر ما قبل الاخير، فقط يبقى لنا اي صب 1 بنفس الطريقه اللي بنيناها سابقا بحساب الكي. إذن ورا ما نجري هذه العملية، ورا ما نحسب الـ W والـ V ونحسب الـ coefficients الخاصة بالـ open loop والـ closed loop system، نستخدم هاي الفورمولا نحسب من عندها الـ KE. إذن هذه طريقة حساب الـ KE من الطريقة الأولى. عندنا طريقة ثانية يسمونها direct substitution approach to obtain state observer gain matrix KE. هذه يمتى تستخدم هذه الطريقة؟ هو هنا قايل لنا similar to the case of Bull's placements، بنفس الطريقة اللي حسبنا بها ال K بالبول placement if the system is of low order، يعني هي يمتى تستخدم؟ إذا كان ال order مالت السيستم هو قليل، يعني maximum 3 في 3. نستخدم هاي الطريقة. إذا صارت 4 في 4 فما فوق تكون هاي الطريقة صعبة، أو تكون يعني خلينا نقول حساباتها معقدة، مو صعبة وإنما حساباتها شوية مطولة،
يلا تظهر لنا معادلات، هاي نحتاج ان نحل بها معادلات، فيطلع لنا سيستم اوف ايكويشنز نحتاج انه نحلها باستخدام النيوميريكال اناليسيس. Then direct substitution اذا كان عندنا low order، فاذا التعويض المباشر بالماتريكس اللي هو الكي اي انتو ذا ديزايرد كاركترستكس بولينوميال may be simpler، راح يكون بسيط اذا كان low order، بس اذا كان high order راح يكون هنا complex. مثلا هنا منطينا هنا اكزامبل، اذا كانت هنا عندنا الاي كماتريكس يعني قصدي السيستم مالتنا هو نوع 3 في 3 يعني third order system، فكيفية حساب الـ KE بالطريقة التالية. نحسب الـ KE بالطريقة التالية، الـ KE طبعا راح تكون هي من KE1 إلى KE1 KE2 KE3، يعني هنا افترضنا بأن السيستم مالتنا من نوع third order system. ورا ما نحدد الـ KE يعني كرموز مثل ما موضحنا هنا، بعدين نجي نستخدم هذه المعادلة، هذه المعادلة الموجودة هنا عندنا نستخدمها، هي SI ناقصا A ناقصا KEC. إذا هذه المعادلة اللي هو الأي يعطيناها ب ال مات البلانت والسي مات البلانت، هاي ال KE هي هنا عندنا راح تكون المجهولة، عدد المجاهل بها ثلاثة مثل ما لاحظ هنا، تساوي ان S ناقصا ميو 1. طبعا هنا ميو 1 ميو 2 ميو 3 اللي هاي مين جايه من الديزايرد كاركترستكس بولينوميال الخاصه ب بالاوبزرفر سيستم. اذا هذه هي راح تكون البولز الخاصه ب الاوبزرفر او ديزايرد اوبزرفر بولز، هذه لاحظناها بالسؤال. طبعا اذا راح تلاحظ انه الطرف الايمن، الطرف الموجود في هذا الاتجاه اللي هو الطرف الايمن، نعم، راح يكون هو عباره عن بولينوميال بها كوفيشنت، والكوفيشنت انها راح تكون هي عباره عن كونستانت، بينما الطرف الايسر راح تكون ايضا بولينوميال، الاوردر مالته راح يكون مساوي للاوردر بالطرف الايمن، ولكن هذا الطرف الايسر مثل ما قلنا راح يكون هو بولينوميال، الاوردر مالته هو ان او انث اوردر، راح يكون الكوفيشنت مالته هو عباره عن فانكشن اوف بارامترز مالت الكي اي، الكوفيشنت مالته راح تكون هي مجاهيل. راح نساوي طرفي المعادله او الكوفيشنت مالت طرفي المعادلة، فنقدر من عندنا نحسب الـ KE1 والـ KE2 والـ KE3. بس مثل ما قلنا هذه تستخدم فقط إذا كان الـ N 1 أو 2 أو 3، بس إذا كانت الـ N يعني الـ dimension مالتها higher dimension فتكون هذه الطريقة صعبة، لأن يعني هنا راح تكون عندنا معادلات راح تكون بعدد الـ N أو بعدد الـ order. الطريقة الأخيرة اللي هي الأكريمان فورمولا، طبعا هاي بالنسبة هي مشابهة للأكريمان فورمولا اللي أخذناها سابقا في حساب الكي، لكنها شوي بها تحوير. راح نلاحظ بأنه الكي تساوي لنا دلتا سي أوف أي. شنو دلتا سي؟ راح ناخذ الـ desired bulls اللي راح ينطيناها بالسؤال الخاصة بالأوبزيرفر، راح نولد من عندها يعني راح نضربها مع بعض فتطلع لنا بولينوميال بدلاله الاس، بعدين نشيل كل اس نخلي مكانها اي، طبعا نولد هذا الحد. بعدين هنا تلاحظ راح نخلي هاي الماتريكس احنا نبنيها من السي والاي نبنيها، فتلاحظ هاي الماتريكس هي مشابهه للكيو ماتريكس. وبعدين هنا نولد هذا الفيكتور راح يكون كله عباره عن كولون فيكتور، عدد العناصر مالته هو n من الاليمنتس، تكون كلها اصفار لكن اخر اليمنت يكون واحد. اذا هذا احنا راح نبنيه، وهذا راح نولده من البلانت، وهذا ايضا راح ناخذه من الديزاير بولز. اذا هذا كله راح يكون هو عباره عن كونستانت، يعني كلها يعني عباره عن يعني ماتريكس بها كلها ارقام، من راح نضربهم مع بعض راح تطلع لنا عباره عن كولون فيكتور نساوي بالكي اي، طبعا هنا الكي راح ايضا يكون عباره عن كولون فيكتور، فاذا راح نجد قيم الكي. هنا عندنا اكزامبل يبين كيفيه حساب الكي اي، هنا منطينا البلانت مالتنا الاي والبي والسي، طبعا هنا احنا نحتاج لحساب الكي اي فقط نحتاج الاي والبي الاي والسي عفوا الاي والسي،
ما نحتاج نطي من البي. البي نحتاجها لبناء الستيت فيدباك سيستم اللي هي الكي اللي هي الماتريكس ستيت فيدباك ماتريكس. هنا الاي والسي راح نستخدمها في حساب الكي اي. هنا تلاحظ منطينا بعد شنو منطينا معلومه اخرى، قال ديزاين ا فول اوردر ستيت اوبزرفر. طبعا هذه مهمه انه هو يحدد لك بالسؤال يا اما فول اوردر او مينيمم اوردر. احنا قلنا قاعد نشتغل على فول اوردر، اذا هنا راح نشتغل على او هنا طالب عندنا ديزاين مالت الفول اوردر. بس هنا شنو قايل لنا بعد، يقول assume that the desired eigenvalues of the observer matrix are. فهذه هي تمثل لك ال desired eigenvalues مالت الاوبزرفر اللي هو desired bools. فهنا قايل لنا s1 تساوي لنا ناقص 10 و s2 تساوي لنا ناقص 10. اذا هنا هذه هي الخاصه بالديزاين مالتنا. اذا هنا راح نجي نولد الكي اي، راح نولدها بثلاثه طرق. بس اول شيء قبل لا نولدها المفروض نحسب الاوبزرفابيلتي او نختبر الاوبزرفابيلتي مالت السيستم. فقلنا نختبرها من الكيو. فالكيو قلنا هي عباره عن، بما انه سيستماتنا هو سكند اوردر سيستم، فراح يكون الكيو هي مالتنا سي اي. فهنا شفنا الديترمنت مالتها يساوي لنا سالب واحد لا يساوي لنا صفر، اذا السيستم مالتنا observable system أو completely observable system. إذا هنا نجي إلى الطريقة الأولى مثل رقم واحد، راح نستخدم الطريقة الأولى اللي شرحناها سابقا اللي مالت حساب ال N و ال W وال V. فأنا قايل أول شيء طبعا راح نحسب ال A مالت اللي نحتاجها لبناء ال W ولبناء الفكتر اللي راح نضرب به. فهنا حسبناها من si ناقص a، ال a جبناها من المعطى. فهنا حلينا المعادلة طلعت لنا عبارة عن polynomial مثل ما تلاحظ هنا polynomial. هذه polynomial اللي استخرجناها، شابهناها ويا second order polynomial. فإذا اكتشفنا بأنه ال a1 يساوي لنا 0 وال a2 يساوي لنا سالب 20.6. إذا هنا طلعنا ال a1 وال a2. بعد لحساب الالفا 1 والالفا 2 راح ناخذ الديزايد بولز اللي معطيناها بالسؤال اللي هي اس زائد 10 في اس زائد 10. نضربهم مع بعض، نفتحها يطلع لنا هذا البولينوميال. طبعا راح نشابهها ويا السكند اوردر بولينوميال بدلاله الالفا. فاكتشفنا بانه قيمه الالفا 1 هي 20 والالفا 2 هي 100. فهنا ثبتناها بالشكل الموضح امامنا. بعدين راح نجي نحسب الدبليو والفي. W نحسبها من ما موضح سابقا، فيطلع لنا هاي W والفي ايضا تطلع لنا بالشكل الموضح. استخدمنا القوانين المكتوبه في اعلاه اللي مساء شفناها اللي هي القوانين W والW والفي. فطلعت لنا هذه قيمه W وهذه قيمه الفي. نجي نحسب الان اللي هي من W في ترانسبوز الكل انفيرس، فطلعت لنا هاي قيمه الان. فاذا كي اي تساوي طبعا كي اي راح يصير هنا كي اي 1 كي اي 2 عباره عن كولوم فيكتور. فراح تكون هذا المقدار مضروب في الفا 2 ناقصا اي 2 الفا 1 ناقصا اي 1. فهنا اجينا ثبتنا القيم وحصلنا على هذه النتيجه. اذا هذا يمثلنا الكي اي 1 وهذا يمثلنا الكي اي 2. اذا كي اي 1 هي 120.6 والكي اي 2 هي 20. هاي من الطريقه الاولى. انتهينا. نجي نحسب الكي اي من الطريقه الثانيه اللي هو من التعويض المباشر. فقلنا اول شيء نجي نحسب الاس اي ناقصا اي زائدا كي اي سي. فاذا ثبتنا الاي والكي اي والسي ثبتناها طلعت لنا بولينوميال مثل ما تلاحظون هنا الكوفيشنت مالتها بدلاله الكي اي 1 والكي اي 2. ايضا حسبنا الكوفيشنت الخاصه بالديزايرد بولز، جبناها من الديزايرد بولز فطلعنا هذه البولينوميال. راح نساوي هاي التو بولينوميالز مع بعض. فتلاحظ المفروض الكوفيشنت مالت الاس يساوي لنا الكوفيشنت مالت الاس هنا، اذا الكي اي 2 يساوي لنا 20 وناقصا 20.6 زائدا كي اي 1، اذا هو يمثل لك الحد المطلق اللي هو هنا يمثل لنا 100. فساويناهم طلعت لنا معادلتين، حلينا المعادلتين طلعت لنا قيم الكي اي 1 والكي اي 2. هاي الطريقه الثانيه. بتلاحظ انه القيم هي نفس القيم بالطريقه الاولى.
إذن هذه القيم إذا استحصلناها هي نفسها القيم الموجودة في هذا المكان، لازم تطلع نفسها. إذا طلعت مو نفسها معناها أكو خطأ، لازم نشيك الحسابات مالتنا. بالطريقة الثالثة، الطريقة الأخيرة اللي هي الأكريمان فورمولا، هاي طريقة الأكريمان فورمولا. أول شيء نحسب الدلتا سي أوف الأي، دلتا سي أوف الأي أول شيء طبعا نحسب دلتا سي أوف الأس، نضرب التو بولز مع بعض الديزاير بولز، فطلعت لنا هاي البولينوميال نفسها، طبعا هاي البولينوميال الموجودة في هذا المكان. بعدين نشيل كل اس نخلي مكانها اي، فهنا صار عندنا اي تربيع زائد 20 اي زائد 100 في اي، هذه المعادلة الموجودة هنا اللي هي دلتا سي اوف الاي. طبعا الاي موجودة عندنا فممكن نحسبها ونطلع هذه القيم الموجودة فيها. بعدين حسبنا السي سي سي اي الانفيرس، فطلعت لنا هاي الماتريكس وهذه الكولوم اللي هو 1 0 هذه اللي احنا نولده عاده، فنضربهم مع بعض وطلعنا القيم اللي هو كي اي 1 وكي اي 2. اذا ايضا نلاقيها نفس القيم اللي حصلناها بالخطوه او بالطريقه الاولى والطريقه الثانيه، ايضا هي 120.6 ب 20. اذا دائما هذه تكون هي ثابته، هذه تكون هي ثابته في عمليه الحساب. اوكي زين، هسه اجينا او عرفنا شلون نحسب الكي، هسه شلون نستخدم الكي اي او شلون نقدر يعني خلينا نقول نستفاد من الكي اي في توليد الكنترول سيجنال. طبعا الكي اي راح تولد لنا شنو؟ تولد لنا الستيت اللي هي الخاصه ب الاوبزرفر ستيت، من اثرها راح نولد الاكس تلدا اللي تكون مساوي الى عددها، تكون مساوي الى الستيت مال السيستم الاصليه. فاذا كانت الستيت مال السيستم الاصليه مثلا خلينا نقول ثلاث ستيت، يعني اكس 1 اكس 2 اكس 3، راح نولد لنا اكس 1 تلدا اكس 2 تلدا اكس 3 تلدا. اذا هنا راح اول شيء البوز بليسمنت راح نستفاد منها في حساب الكي، و في حساب الكي يعني اللي هي نحسب اول شيء الكي من البوز بليسمنت. بعدين بدل ما نستخدم الاكس راح نستخدم الاكس تلدا في بناء الكنترول سيجنال. اذا راح يكون الكنترول سيجنال مالتنا بدل ما كان سابقا اليو تساوي لنا ماينس كي في اكس، راح يصير ماينس كي في اكس تلدا. اذا نعوض عن كل يو ب ماينس كي اكس تلدا، والاكس تلدا راح نجيبها من حساب الكي، ورا ما نحسب الكي اي من عدنا نحسب الاكس تلدا. اذا راح يكون السيستم مالتنا ورا ما نربط الكنترول سيجنالز مع الاوبزرفر، راح يكون شكل السيستم مالتنا راح يكون بشكل الموضح ادناه هذا الشكل. فاذا هذا راح يكون عندنا هنا راح يمثل لنا هذا البلانت مالتنا الاصليه، هاي البلانت مالتنا، هذا راح يمثل الاوبزرفر، هذا راح يمثل لنا الاوبزرفر موجود في هذا المكان اللي راح يكون اخراجه طبعا ادخاله اليو والواي، واخراجه راح يكون اكس برايم. الاكس برايم الاكس تلدا العفو راح ينضرب في الكي اللي راح نحسبها، طبعا هذه الكي نحسبها من بنفس الطريقه السابقه في حساب الكي. وهنا تلاحظ الاكس تلدا استفادينا من الكي في توليدها، بينما البي والاي والسي هذا موجوده هنا هي نفسها مالت السيستم الاصليه، ما جبنا شيء من عندنا، بس هنا الكي اي حسبناها وولدنا الاكس تلدا. الاكس تلدا راح نضربها المره بدل ما كنا سابقا نضرب الاكس في الكي، احنا قلنا الاكس احنا ما نقدر نحسبها فاستخدمنا الاكس تلدا ضربناها في الكي ورجعناها لحساب الكنترول سيجنال. راح يكون هذا السيستم النهائي بعد ان نربط الاوبزرفر مع الكنترولر. اذا هذا الجزء يمثل لنا الاوبزرفر، هذا الجزء يمثل لنا البلانت، وهذا الجزء الموجود هنا يمثل لنا الكنترولر، هذا يمثل لنا الكنترولر. فهذا الحقيقه هذا السيستم به ثلاث اجزاء، البلانت اوبزرفر اند كنترولر. اذا راح يكون هذا الشكل ما يدعى بالاوبزرفر ستيت فيدباك كنترولر. اذا من هذا السيستم ممكن انه نشوف بانه اليو هالمره هي ماينس كي في اكس تلدا. اذا لو كان عندنا هذا البلانت مالتنا او هذا السيستم مالتنا المعطى بالسؤال، هذا السيستم معطى بالسؤال،
فهنا ممكن نشيل هاي اليو نعوض مكانها هي ماينس كي في اكس تلدا، عوضنا هنا عوضناها في هذا المكان اي اكس ناقص بي كي اكس تلدا. واحنا راح نضيف ونطرح نضيف ونطرح بي كي اكس ماينس بي كي اكس ونطلع الاكس عام مشترك، يعني هنا نضيف في هذا المكان ناقصا بي كي اكس وهنا زائدا بي كي اكس، ضفنا وطرحنا نطلع الاكس عام المشترك هنا وهنا نطلع البي كي عام المشترك، فتبقى لنا هذه توصل هذه المعادله بشكل موضح. احنا سابقا عرفنا بانه الايرور هو راح يكون عندنا ما بين الستيت الاصليه وما بين الستيت المحسوبه من الاوبزرفر، اذا سميناه هذا ايرور، فيكون هذا يتغير مع الزمن اي اوف تي. اذا ممكن نشيل هذا المقدار ونخلي مكانه الايرور، فصار عندنا الستيت ايكويجن هي اكس دوت يساوي ان اي ناقص بي كي اكس زائد بي كي في اي، لانها صارت بدلاله الايرور الاكس دوت اللي هي مالت السيستم. اذا هذه صار عندنا هذه المعادله، وهذه المعادله محسوبه سابقا هي كانت معادله رقم 20 سابقا، اذا ترجع فوق بالمحاضرات مالتك تلقى معادله رقم 20 حسبناها سابقا وطلعت لنا بالشكل هذا. اذا هنا صار عندنا يعني معادله هي x دوت تساوي لنا فد مقدار، وهنا معادله e دوت تساوي لنا فد مقدار. هنا ممكن نجمع المعادلتين باستخدام الستيت ايكويشنز او الماتريكس فور. فهنا قلنا x دوت اذا هنا تشوفها، فهنا راح نكتب x دوت e دوت، وهنا نكتب x e. فهنا بالمعادله اللي 24 هنا x مضروبه في اي ناقصا بي كي، فخلينا في هذا المكان هي الاكس دوت اي ناقصا بي كي في اكس، وهنا بي كي في اي، فنبقى لنا بي كي وهذا في اي. بالنسبه الى الايرور ايكويشنز او الاي دوت هنا ما نلاحظ به اكس، اذا هنا الحد المرتبط باكس راح يكون زيرو، والحد المرتبط بالايرور راح يكون في هذا المكان. اذا طلعت لنا هذه المعادله. اذا لو اردنا نجد الايجن فاليوز او الكاركترستكس ايكويشن الخاصه بهذه المعادله اللي معادله 25 هتكون عباره عن مطلق هذا المقدار. فاذا هذا لو ضربنا الطرفين لو جينا حسبنا الديترمينت راح نضرب هذا في هذا راح يكون زيرو، اذا نكون فقط ديترمينت مال هذا المقدار في الديترمينت مال هذا المقدار. اذا تلاحظ بانه راح تكون بشكل تو ديترمينت، اذا هنا الكاركترستكس ايكويشن راح تكون هي عباره عن تو ديترمينت. لاحظ بانه الديترمينت الاول يعتمد على فقط كي، والديترمينت الاخر يعتمد فقط على الكي اي. اذا هنا نستفاد من هذه المعادله انه ما يعتمد تصميم الكي على الكي اي، ولا الكي اي يعتمد على الكي. لاحظ اكو سيبريشن بين ذيم، يعني اكو فصل ما بيناتهم. فانا اذا تقدر انها تولد انت هذه على حده وتولد هذه على حده، اذا شوف ماكو تداخل ما بيناتهم، كل واحد الديترمينت محسوب مالته على حده. اذا هنا أنا لتوليد الستيت او الاوبزرفر ستيت فيدباك كنترولر اللي هو هذا السيستم، هنا ممكن نحسب الكي اي بطريقه منعزله ونحسب الكي بطريقه منعزله، بعدين نجي نعوضهم في هذا السيستم. اوكي؟ اذا فراح نستفاد من طرق حساب الكي، نحسب هذا الكي وطرق حساب الكي اي السابقه اللي اخذناها، نحسب الكي اي وبعدين نجي نعوضهم في هذه في هذا السيستم. اذا استفاد من المعادله النهائيه هذه انه ما يعني اكو سيبريشن بين ذا كالكوليشن اوف ذا كي اند كي. وتلاحظ هذه المعادله النهائيه اللي طلعت لنا الاوردر مالته هو من الاوردر مالته هو 2 في n 2 في n، يعني هذا يكون الاوردر مالته n وهذا الاوردر مالته n. لما نجي نضربهم مع بعض راح يكون هنا يعني اذا حسبناه على شكل بولينوميال هذا راح تكون بولينوميال من يعني الاوردر مالته n اوردر وهذا nth اوردر، اذا ضربناهم مع بعض راح تكون
to an order. يعني على أس راح يكون هو أس أس 2 في N. أنا راح يكون هذا الأوردر. فإذا هذه راح تكون المعادلة، يعني إذا كان الـ N مالتنا بالسؤال هو 3 فتكون هاي المعادلة أو الـ polynomial يعني 6، يعني الأوردر مالتها 6 أوردر. أوكي؟ إذا هذا راح يكون الأوردر مالت السيستم. إذا هذه المعادلة مهمة، أنه استفادينا بأنه عرفنا بأنه ماكو اعتمادية ما بين حساب الـ K والـ KE، وأيضا راح تكون الـ polynomial النهائية أو الـ characteristics equation النهائية راح تكون من نوع الـ N 2N order أو order 2N. نأمل أنه استفدتم من هذه المحاضرة. شكرا جزيلا على الإصغاء والمتابعة. إن شاء الله نكمل على المحاضرة القادمة في كيفية حساب الـ transfer function الخاصة بالـ observer system. شكرا جزيلا على الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.